السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وأولى حلقات وورلد سبورتس على قناة النادي الأهلي. رجعنا تاني لحضراتكم بمسمى الرياضة العالمية، الرياضة العالمية علشان نشمل كل الرياضات العالمية، كرة قدم، NBA، كرة يد، UFC، كيك بوكسينج، كل حاجة بتخص الرياضة العالمية. هنا في وورلد سبورتس على قناة الأهلي هيكون معانا أخبار وحصريات وفيديوهات مش هتشوفوها غير معانا. وورلد سبورتس هيكون إن شاء الله متناسب لكل الفئات العمرية. كل الفئات العمرية وأيا كان إيه انتمائك الرياضي هتتفرج معانا علشان هتشوف فقرات وهتسمع أخبار مش هتشوفها غير هنا. بنحاول إن احنا نقدم مستوى يليق بمشاهد النادي الأهلي. وأكيد جماهير مصر كلها بتتفرج علينا، بتتفرج على قناة النادي الأهلي علشان خاطر نقدم مستوى طيب يليق بكل مشاهدي الرياضات العالمية. طبعا مفيش شك أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في مصر وفي العالم، لكن أكيد مش هنظلم باقي اللعبات ومش هنظلم باقي المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا. زي ما قلت لحضراتكم مش مشجع كرة القدم بس اللي هيتفرج علينا، ده كل اللي بيشجع أي رياضة وأي حدث عالمي هيحصل هيكون ليه مكان موجود معانا هنا. بما إن طبعا أول حلقة لينا يعني في نفس يوم مباراة مصر وسوازيلاند في تصفيات الأمم الأفريقية وما عندناش دوريات، فبالتالي كلامنا عن الدوريات هيكون قليل. اختيار محمد صلاح في البالون دور هيكون ليه نصيب معانا. ايضا محترفين المصريين ودول يمكن يعني بنفتخر بيهم، بسم الله ما شاء الله عدد المحترفين بيزيد يوم بعد يوم في كل دوريات العالم. ايضا محمد صلاح نجمنا المصري المحبوب والكبير جدا، او اللاعب مصري عربي افريقي يتم ترشيحه لكل الجوائز الفرديه في موسم واحد هنتكلم عليه. هنتكلم ايضا عن دوري الامم الاوروبيه، وهنحاول نخلي المشاهدين يفهموا او نفهم ازاي بتدار دوري الامم الاوروبيه. يعني عمليه معقده شويه، حتى المدربين واللاعبين في بعض المؤتمرات الصحفيه كانوا بيتكلموا بيقولوا احنا هنلعب على المكسب وزي ما تيجي تيجي، علشان نظام البطوله معقد جدا. لكن هنتكلم ايضا على الهدف من اقامه دوري الامم الاوروبيه. اما النهارده هنبدا معاكم زي ما قلنا في الرياضات العالميه، هنبدا بنجم الاسبوع أو نجم اليوم من وورلد سبورتس، وهو حبيب لاعب اليو اف سي اللي بيفوز على كونر في مباراة قوية جدا. وهنشوف مدى ارتباط نجوم فريق كرة القدم بحبيب وكلامهم عليه. دايما الأخلاق بتنتصر، الأخلاق والجهد والكفاح والعرق. بتكلم على محمد صلاح وبتكلم على حبيب، اتنين فعلا من يعني نموذج لأي طفل أو أي شاب لازم يتفرج عليهم يشوف مدى الأخلاق والروح الطيبة وعلى حب الناس ليهم، حاجة مهمة جدا جدا جدا. يعني هدفنا أيضا إن إحنا لازم ننشر ونقول إن الرياضة هي غير إن هي لعبة، هي أخلاق. الرياضة هي روح رياضية زي ما إحنا متعودين دايما في قناة الأهلي ما بنقولش خصم، هو منافس. المنافس الحقيقي وليس الخصم. المنافس هي الكلمة الأنسب. أنا وحضرتك بنتنافس منافسة شريفة ونشوف مين فينا اللي هيفوز. الفوز بيكون بشرف. أما خصم كلمة مش حابينها أو مش حابين نقولها هنا على قناة الأهلي. طبعا الفقرة اللي حضراتكم بتحبوها هي فقرة الفيديوهات المتنوعة اللي هتكون معانا في كل حلقة. في آخر كل حلقة هنختار لحضراتكم الكواليس والحصريات والفيديوهات اللي بتشوفوها فقط هنا على قناة الأهلي. معانا أو معايا فريق إعداد على أعلى مستوى بيقدر إن هو يجيب لحضراتكم كل اللي بيدور في العالم، حتى المداخلات. طبعا حضراتكم متعودين إن احنا يكون معانا مش بس مداخلات مع نجوم مصرية، هيكون معانا نجوم مصرية ونجوم عربية ونجوم عالمية بكل اللغات. هيكون معانا طبعا بالعربي نجومنا، وهيكون معانا مداخلات حتى من صحفيين علشان نتكلم معاهم على الأخبار والأحداث اللي بتدور. لما بنتكلم على خبر وبنقول عليه مش بيكون مصدرنا إحنا، لا بيكون المصدر على التليفون. بنجيب مصدر من
دولة الخبر ونتكلم عليه، وهو يتكلم على الخبر ويقول مدى مصداقيته. يعني حاولنا ان احنا نلم لحضراتكم كل ما هو هيكون موجود معانا في وورلد سبورتس. البرنامج هيبقى كل يوم جمعة من الساعة 5 وحتى الساعة 6:30 على قناة الأهلي. زي ما قلنا لحضراتكم هنحاول على قد ما نقدر، وإن شاء الله ربنا يقدرنا إن إحنا نقدم إعلام محترم يليق بمستوى مشاهدي قناة الأهلي وكل جمهور مصر والوطن العربي. هنروح لفاصل سريع، بعديها نرجع معاكم لأولى فقرات وورلد سبورتس. اهلا بحضراتكم من جديد في وورلد سبورتس على قناه النادي الاهلي. طبعا البدايه هتكون مع لاعبينا المحترفين في الخارج، زي ما قلت قبل الفاصل ان هم يعني فخرنا في الملاعب الاوروبيه والعالميه. مفيش شك ان احنا لو بنتكلم على محترفينا في الخارج فلازم نبدا بالنجم اكيد، يعني يوم بعد يوم بيزداد تالق. محمد صلاح مفيش شك ان هو واحد من افضل اللعيبه اللي في العالم حاليا، دايما مرشح لجائزه افضل لاعب في العالم. محمد صلاح هو اللاعب المصري الافريقي العربي الوحيد اللي في التاريخ اللي ترشح لكل الجوائز الفرديه اللي موجوده في عام واحد، بدايه من احسن لاعب في افريقيا، ثم طبعا احسن لاعب في الدوري الانجليزي، بعديها يترشح لافضل لاعب في اوروبا ويحصل على المركز الثالث مع مودريتش ومع رونالدو. ايضا نفس يعني نفس اللي حصل معاه حصل في ذا بيست، واختياره من التوب 3. ايضا في البالون دور اختياره من افضل 30 لاعب وبعديها من ضمن افضل 10 لعيبه موجودين في اوروبا. تعالوا نروح ونشوف مين هم افضل 10 لعيبه موجودين في اختيارات البالون دور. هنعرض لحضراتكم طبعا عدد الاهداف اللي تم يعني اسيست او صنع كم هدف من كل نجم، كمان احرز كم هدف في عام 2018 في مجمل المسابقات، ونرجع نكمل معاكم في وورلد سبورتس.
يعني ما كناش نحلم ولا يجي في بالنا ان هيجي اليوم اللي احنا نشوف فيه لاعب مصري يترشح لكل الجوائز الفرديه لموسم واحد، سواء البالون دور او ذا بيست او افضل لاعب في اوروبا. وبالتالي ده الجزء الخاص بمحمد صلاح، واكيد طبعا يعني علشان بقى ما نظلمش باقي محترفينا المحترفين في الخارج، هنكمل معاكم مع واحد من نجوم مصر، واحد من نجوم المنتخب المصري والمحترف في الدوري التركي، هو محمود حسن تريزيجيه، بيحصل على افضل لاعب في الجوله او من ضمن تشكيله الجوله الاخيره في الدوري التركي. زي ما حضراتكم شايفين دي افضل تشكيله في الدوري التركي للجوله الاخيره، وبالتالي وجود محمود حسن تريزيجيه اكيد طبعا شيء مهم جدا. يعني تريزيجيه عنده يمكن سوء حظ بيصادفه في الملاعب الاوروبيه، ان امكانياته عاليه جدا، وبالتالي هو يستحق اكبر من الدوري التركي، وفي انتظار تالقه الموسم الحالي، وعلى امل انه في شهر يناير ينتقل الى احدى الدوريات الكبرى، بنتكلم في يعني انجلترا، اسبانيا، ايطاليا، المانيا، وحتى الدوري الفرنسي. يعني اكيد يعني دوله زي دوله اليونان فيها عدد من المحترفين المتميزين جدا جدا، واليونان دايما بتبقى قريبه من مصر، او احنا يعني بنشوف ان الاجواء في اليونان من الجماهير والمباريات وسخونه الاجواء بتبقى قريبه من مصر، لكن كمان لاعبين المحترفين اللي بيكونوا موجودين بعدد كبير، علشان يعني العلاقه اللي ما بيننا وما بين اليونان من زمان، يعني بنتكلم على كابتن مجدي طلبه، بنتكلم على وجود كابتن حسام، كابتن ابراهيم، بنتكلم على ايضا نجوم لعبت في اليونان، امير عزمي مجاهد، بنتكلم في شيكابالا كان موجود قبل كده، بنتكلم على كابتن عبد الستار صبري. وبالتالي يعني اليونان من فتره كبيره جدا واحنا بنصدر لعيبه لليونان، وبيتالقوا ودايما بيصنعوا الفارق. ف يعني هنلقي الضوء على لاعبينا المحترفين في اليونان، ونتكلم على ابرز المباريات او ابرز الارقام اللي حققوها في الفتره الماضيه في الدوري اليوناني. احمد حسن كوكا اكيد واحد من نجوم منتخب مصر، واللي اكيد متواجد في مباراه اليوم، ايضا انتقل من الدوري البرتغالي الى اولمبياكوس، واحد من اكبر واعرق الانديه اللي موجوده في اليونان. احمد حسن كوكا شارك في 5 مباريات في الدوري، احرز هدف، وطبعا الخمسه اكيد ما كانش موجود من بدايه المباريات، في مباريات كان موجود من البدايه، وفي لقاءات اكيد تم استبداله، وكمان في لقاءات يعني نزل كبديل. وهو ميزه احمد حسن كوكا ان هو في اي موقف من الثلاثه بينزل يأدي، سواء موجود من البدايه او سواء كان موجود على مقاعد البدلاء وتم استبداله، او كان موجود من البدايه وخرج من ارض الملعب، اكيد يعني في الاخيره اكيد بيظهر سلوك طيب، واكيد في اليوروبا ليج، اليوروبا ليج واحده من اقوى المسابقات الاوروبيه، بيشارك معاهم بشكل جيد جدا، وهو ماشي بخطى ثابته. احمد حسن كوكا عنده وكيل اعمال شاطر جدا، وبيعرف ان هو دايما يحركه في اوروبا بشكل جيد. طبعا محترفينا اللي موجودين في اليونان، يعني بنتكلم على عمرو ورد. عمرو ورد عنده يمكن مشكله بسيطه جدا بتواجهه في الفتره الماضيه، ان هو عنده بعض الخلافات مع المدير الفني الحالي لباوك، وان هو تم استبعاده في اخر لقاءين، وكان بالتالي يعني عمرو ورد واحد من اللعيبه المميزه جدا مهاريا، لكن اكيد الفتره الجايه محتاج انه يعني يظبط العلاقه ما بينه وما بين المدير الفني، او بلغه الكوره يلطف الاجواء. دايما تلطيف الاجواء مع المدير الفني بتكون يعني هي اللي بتسوق او بتقود الامور الى ابار الامان. عمرو ورد ممكن يعني الفتره اللي جايه هو قدامه اختيارين، يا اما يبقى موجود في باوك بان هو اكيد يدي انطباع جيد اخر للمدير الفني، او يغادر من الدوري اليوناني، لكن لحد دلوقتي عمرو ورده لا يمتلك اي عروض، وبالتالي محتاج ان هو يركز في نادي كبير زي نادي باوك ويعمل تاريخ لنفسه، واكيد التاريخ هيفيده سواء مع منتخب مصر او لو عايز ينتقل من باوك الى نادي اخر. عمرو ورده في السوبر ليجا يعني بنتكلم على لعب في المجمل، بنتكلم على 75 مباراه لعمرو ورده في الدوري اليوناني، عدد ورقم كبير جدا، لكن بنتكلم على باوك الموسم الحالي لعب 3 لقاءات ما احرزش ولا هدف، بدا في لقاءين ونزل كبديل في مباراه وحيده. بنتكلم على اليوروبا ليج، شارك ايضا في 3 مباريات،
طبعا في تصفيات دوري الابطال شارك في 6 مباريات، احرز هدف مهم جدا كان سبب في يعني سبب كان من اسباب يعني كان هيتاهل باوك الى تصفيات دوري الابطال او دوري المجموعات، لكن الحظ بيعاند فريق باوك وفي الاخر بيذهبوا الى دوري الاوروبي. بنتكلم ايضا على شيكابالا، بنتكلم على باسم مرسي. يمكن باسم مرسي يعني زي ما احنا سمعنا قبل كده كان معانا مداخله من رئيس النادي ان هو بعد ما انتقل باسم مرسي الى نادي لاريسا كان عنده بعض الصعوبات. الدوري اليوناني اقم الدوري المصري، وبالتالي عمليه الانسجام ما بين الدوري المصري والدوري اليوناني اخذت شويه وقت من باسم مرسي. يمكن بنتكلم على باسم، 5 لقاءات في السوبر ليجا لعبهم، 3 بدا اساسي و2 طبعا كان على مقاعد البدلاء، لم يحرز اي اهداف. لعب اكيد مباراه وحيده في الكاس اليونانيه لكنه لم يشارك او لم يحرز اي اهداف مع نادي لاريسا. يعني شيكابالا واحد من نجوم مصر، اكيد واحد من المواهب الكبيره في مصر اللي انتقل وايضا الى الدوري اليوناني، لكن نادي شيكابالا يعني ابولون بيقابل سوء حظ يعني سيء جدا جدا جدا، لم يوفقوا حتى الان في الفوز باي مباراه، وبالتالي هم مهددين بالهبوط الى دوري الدرجه الثانيه. اي نعم لسه بدري، بس احنا بنتكلم على الورق، بنتكلم على حاليا على موقف الفريق الخاص بشيكابالا. شيكابالا طبعا قبل ما نروح للتقرير مهم جدا جدا معانا، شيكابالا 4 مباريات لعبهم لم يسجل اي هدف، مباراه وحيده فقط هو اللي بدا من ضمن ال 11 لاعب، و3 مباريات كان موجود على مقاعد البدلاء. هنروح للتقرير سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا على وورلد سبورتس. فجر اليوناني أليكسيس كوغياس مالك نادي لاريسا مفاجأة باتهامه بعض الأشخاص من مسؤولي أندية مختلفة في اليونان بالتلاعب بالنتائج واستخدام بعض الحكام لتحقيق ذلك، مستشهدا بحصول لاعب فريقه على 32 إنذارا بعد 6 جولات فقط من منافسات الدوري اليوناني الذي يضم 4 لاعبين مصريين هم أحمد حسن كوكا، باسم مرسي، عمرو وردة، وشيكابالا. تظل فضيحة الكالشيو الأبرز عالميا بعد هبوط نادي يوفنتوس إلى الدرجة الثانية وتجريده من لقب الدوري الإيطالي في 2006، حينها قالت القضية الإيطالية كازوريا، قالت في الصفحتين رقم 84 و85 من أوراق الحكم الذي نشرته صحيفة توتو سبورت، السلوكيات التي تمت دلت على وجود اتجاه عام لكسب علاقة ودية، لكن هذا في حد ذاته لا يمنع وجود حكم على الجرائم. في عام 2013 خلصت التحقيقات إلى تورط 425 شخصا في 15 دولة في فضيحة تلاعب كبرى في نتيجة 380 مباراة بمختلف المسابقات على رأسها دوري أبطال أوروبا، بينهم حكام ومسؤولون ولاعبون. كما اكتشف المحققون مشاركة عناصر إجرامية من آسيا في هذه العمليات غير المشروعة. تبين أيضا التلاعب في نتائج 300 مباراة أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. قال محقق ألماني إن شبكة استغلت شركة بريد سريع لنقل ريشا إلى جميع أنحاء العالم لدفعها للاعبين وحكام للتلاعب في النتائج. مباريات التلاعب شبح يهدد صناعة كرة القدم العالمية. ومن اليونان إلى الملاعب الإنجليزية، عندنا طبعا أكتر من لاعب موجود في إنجلترا، عندنا محمد صلاح وتكلمنا عليه وده يمكن رقم 1 في لاعبينا المحترفين. بنتكلم أيضا على أحمد حجازي، واحد من اللعيبة اللي كانوا أكيد موجودين في وست هام، لكن وجود أحمد حجازي في الشامبيونشيب أكيد طفى من بريق ولمعانه اللي كان موجود في وست بروميتش، آسف يمكن أنا قلت وست هام لكن هو موجود في وست بروميتش ألبيون.
وجوده في البريمير ليج اكيد كان ليه يعني بريق مختلف. وجودك في الدوري الممتاز في اي حته في العالم بيديك شكل مختلف تماما، لكن اصرار احمد حجازي على وجوده في اوروبا اكيد شيء يتحسب ليه، واكيد شيء يتحسب الى ان هو عارف هو هدفه ايه، هو عارف هو عايز ايه بالظبط من الاحتراف. احمد حجازي مش عايز يكرر تجربه فيورنتينا، عايز يكمل ويبقى موجود في الملاعب الاوروبيه. احمد حجازي في الشامبيونشيب لعب يمكن 12 مباراه لعبهم بالكامل، ما احرزش ولا هدف، شارك كاساسي في ال 12 مباراه، لم يستبدل ولم يكن موجود على مقاعد البدلاء، انذار واحد فقط لاحمد حجازي في 12 مباراه، وبالتالي ارقام احمد حجازي مقبوله جدا 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 جدا. بيكمل نفس النجاحات اللي بيكررها الموسم الماضي، لما لعب الموسم الماضي 38 مباراة اساسي. نفس المشكله اللي انا بشوفها عند محمود حسن تريزيجيه هي مشكله وكيل الاعمال، اعتقد ان هي موجوده عند احمد حجازي. احمد حجازي محتاج انه يكون عنده وكيل اعمال يعرف يسوقه صح. هي كره القدم بعد المستويات العلاقات، ما حدش يختلف فينا على الجملتين دول، بعد المستوى الفني العلاقات ما بين وكلاء اللعيبه وادارات الانديه والمدربين. مش بتكلم ان هو علاقات ان هو يودي لعيب ما بيعرفش يلعب كره يلعب في نادي، لا انا بتكلم على ان الاتصالات والعلاقات في تسويق اللاعب بتفرق جدا جدا في انتقال لاعب من نادي الى اخر. طبعا يعني من حجازي الى رمضان صبحي، رمضان صبحي ايضا عنده سوء حظ سيء جدا ان هو مصاب مع هادرسفيلد. هادرسفيلد ايضا واحد من الانديه اللي ما حققوش ولا انتصار في الدوري الانجليزي. رمضان صبحي معاه يمكن وكيل لاعبين جيد جدا جدا نادر شوقي، وبالتالي رمضان صبحي لسه ما رجعش من الاصابه. اخيرا محمد النني هو لاعب في دوري الاوروبي فقط لا غير، هو لم يشارك مع ارسنال في الدوري الانجليزي، ناي امري معتمد عليه في الدوري الاوروبي فقط لا غير، وبيحصل عمليه تدوير ما بين لاعبي نص الملعب مع محمد النني، لكن ده بشكل عام لاعبينا المحترفين. اخيرا جون تيري رسميا مساعد مدرب فريق استون فيلا اللي بيلعب فيه احمد المحمدي كابتن منتخب مصر اليوم في مباراه سويسرا. خلصنا معاكم فقره محترفينا في الخارج، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. نجم الاسبوع معانا في لعبه اليو اف سي. اليو اف سي هي التيميت فايتنج تشامبيونشيب، يعني بطوله اكيد يعني فيها قتال وفيها نوع من انواع الاثاره والمتعه، اثاره والمتعه للرياضيين اللي محبين للنوعيه دي من الرياضه. دايما اليو اف سي بتكون فيها تنوع في فنون القتال، يعني هي بتجمع ما بين البوكس والكيك بوكسنج والكاراتيه، كل حاجه فيها قتال موجوده في التيميت فايتنج تشامبيونشيب. دي بتقام في امريكا، بطوله قويه جدا فيها يعني مقاتلين على اعلى مستوى، وكانت حديث العالم في الاسبوع الماضي، وبالتالي مباراه كانت ما بين كونر ماكريجور وحبيب محمديوف، اللاعب الروسي اللي لفت انتباه العالم كله، وكان حديث العالم في الاسبوع الماضي. زلاتان ابراهيموفيتش اتكلم عليه واتكلم على قوته داخل الملعب، وايضا رونالدو بعد المباراه كان بيهنيه وكان حريص انه يكون موجود معاه. فهنا لعبت كره القدم، وزي ما اتكلمت وقلت ان دايما النماذج اللي موجوده في العالم مش نماذج كره قدم فقط، هي نماذج كره قدم وايضا في كل اللعبات. اي لاعب بيقدر ان هو يكون على قدر المستوى الفني والخلقي والسلوكي داخل الملعب وخارج الملعب ده بيكون قدوة. طبعا شفنا فيديوهات كتيرة جدا جدا لحبيب، وكله اتهمه انه طبعا بعد المباراة واعتداءه على كونر وعلى الفريق العمل الخاص بيه. لكن اللي حصل طبعا كان في عجرفة من كونر قبل المباراة، وفي المؤتمر الصحفي، وانه بيتمنظر عليه، وانه بيقول له انا هكسبك وهعرف ان انا احافظ على لقبي. لكن دايما الكلمة أو اللقطة الشهيرة اللي أخذت استحواذ العالم كله من حبيب إنه دايما كان بيقول مش أنا ده ربنا، كان بيقول دايما إن مش أنا أو مش بفضلي ده بفضل ربنا هكسب، وبالتالي قدر إنه يفوز ويكسب احترام العالم كله بعد ما العالم كله شاف الغرور والعجرفة اللي موجودة في
سلوكا. هنروح ونشوف زلاتان ابراهيموفيتش اتكلم ازاي على نور او حبيب محمديوف قبل المباراه، وازاي كانت مجريات المباراه، وايضا رونالدو واحتفاله الخاص مع حبيب بعد المباراه، ونرجع نكمل معاكم باقي الفيديوهات. يعني كل حاجه بتخلص بان شاء الله، دايما زي ما سمعنا وشفنا ان شاء الله كررها في اكثر من مره. يعني حاجه مهمه جدا جدا انك تتوكل على ربنا في كل عمل. ده بالنسبه لي اليو اف سي، ونجم الاسبوع هو حبيب. هنروح للفيديوهات وفقره الفيديوهات المتنوعه، ونبدا معاكم ب يعني فيديو خاص جدا، فيديو ليه علاقه بمجانين كره القدم، مجانين النجوم. ليونيل ميسي واحد من النجوم العالميه، واحد من النجوم اللي اكيد خطف الاضواء في عالم كره القدم، لكن اكيد لما نشوف مشجع مجنون بيحاول ان هو يقابل ميسي علشان طلب معين، ايه هو الطلب؟ هنشوفه لما نشوف الفيديو ونرجع نكمل معاكم. يعني كرة القدم زي ما حضراتكم عارفين هي مش داخل الملعب فقط، كمان خارج الملعب، وما بين لاعبي كرة القدم وبين زوجاتهم. جريزمان او انطوان جريزمان واحد من نجوم العالم اللي حصل على بطولة كأس العالم بينتظر مولود، فحابب يعرف هو ولد ولا بنت، فزوجته عملت معاه تحدي، تحدي خاص بكرة القدم، من خلاله هيعرف هو ولد ولا بنت. عملت له اختيار ازرق واختيار بينك او بامبا، وبالتالي من خلال البلالين اللي هتطلع من خلال التحدي اللي حضراتكم هتشوفوه هيتحدد هو ولد ولا بنت. تعالوا نروح ونشوف التحدي وجريزمان ايه المولود اللي بينتظره، ولد ولا بنت، ونرجع نكمل معاك. كوينتراو حاليا موجود في ريال مدريد لكنه مش بيشارك مع ريال مدريد بصفه اساسيه، لكنه بيتالق في التدريبات. اللاعبين البرتغال او البرازيليين بيكون ليهم يعني مذاق خاص في لعب كره القدم، وبالتالي كوينتراو بيسجل اجمل اهدافه اللي هيسجلها في حياته، مش لكن للاسف ما كانتش في مباراه رسميه، كانت من خلال التدريبات. هدف اعتقد انه صعب جدا جدا يتحقق، ممكن تكون ان هي جت معاه كده، لكن بالمنظر ده اعتقد صعب جدا جدا يتكرر. اكيد كجاوة واحد من نجوم كرة القدم وكمان لاعب مهاري جدا جدا، لكنه لما يعني بنشوفه داخل الملعب بيبقى فيه عدل ما بينه وما بين اللعيبة اللي موجودة داخل الملعب، لكنه يعني بينتهي بوجود طفل صغير في أرضية الملعب، فبيحرمه ان هو يخش ويطلب كرة قدم داخل التدريبات. كجاوة عمل ايه في الطفل الصغير لما شافه؟ هنشوف ونرجع نكمل معك. ما تذكرتها سوا مطر كردا مطر كردا كاميرا يجي مطر كردا يجي مطر كردا سكارين جريكا سكارين جريكا مطر كردا يعني بيتشطر على عيل صغير، بس مش مشكلة. يعني كجا واحد أكيد من نجوم كرة القدم، لكن نجوم كرة القدم أكيد موجودين في كل العالم، مش الملاعب الأوروبية فقط، موجودين كمان في أمريكا. وين روني واحد من النجوم الإنجليزية اللي بيتألق في دي سي يونايتد، وكمان لسه بيكمل مسيرته في إحراز الأهداف، وإنه بيزود في عدد الأهداف علشان يختم حياته أكيد برقم قياسي كبير يليق بوين روني. وين روني بيتألق في آخر مباراة ليه في الدوري الأمريكي، أكيد نجم كبير جدا مع زلاتان إبراهيموفيتش، لكن جبنا لحضراتكم آخر مباراة لوين روني اللي تألق فيها وأحرز هدفين، هنشوفهم من خلال مشاركة روني في الدوري الأمريكي. القدم عارفين تياجو ألكانتارا ورافينيا ألكانتارا، الاثنين إخوات، لكنهم كانوا إخوات رخمين جدا وهم صغيرين،
يعني رخمين ازاي، كانوا دايما بيرخموا على بعض لما حتى بيلعبوا كره قدم، عشان كده حب ان هم ايه فصلوهم عن بعض، كل واحد راح نادي مختلف سواء برشلونه او سواء بايرن ميونخ. يعني هتعرفوا ايه سبب الرخامه، هنشوف دلوقتي الاثنين الكنتارا رافينيا وتياجو وازاي بيرخموا على بعض من وهم صغيرين، عشان كده فصلوهم لما كبروا عن بعض سواء في المانيا او في اسبانيا. يعني اللي عنده اثنين زي دول الله يكون في عون الاب والام، يعني زي ما احنا شفنا، لكن في الاول في الاخر اكيد بيحبوا بعض يعني اخوات، لكن يعني رخامه ما بعدها رخامه، لكن ما دام هي في كره القدم فمسموح بيها، لكن في البيت اكيد مش مسموح بيها. تمام، يعني النهارده هنختم مع حضراتكم بدري، لكن ان شاء الله هنكون موجودين معاكم يوم الجمعه اللي جايه في نفس الميعاد الساعه 5 على قناه الاهلي في وورلد سبورت. هنكون معانا كل ما يخص الرياضات العالميه، كل حاجه، كره قدم، باسكتبول، ان بي اي، كره يد، حتى اللعبات اللي فيها فنون قتاليه هتكون موجوده معانا في وورلد سبورت على قناه النادي الاهلي. نشوفكم ان شاء الله على الف مليون خير يوم الجمعه الجايه على قناه الاهلي. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.